بسم الله الرحمن الرحيم. انت تسال وعمري خالد يجيب. وسؤال النهارده من احمد، واحمد بيبعت وبيقول، احمد من مصر بيقول: انا تعبان في حياتي كتير، انا بتمنى الموت، انا عايز اموت. احمد، الله سبحانه وتعالى خلق الحياه ابتلاء للناس، فيها الجمال والخير وفيها كل ما هو حلو وجميل، وفيها الابتلاءات والالام والاوجاع والمعوقات. الدنيا كده، الدنيا باكج، الدنيا لو كل حاجة حلوة كانت بقت الجنة، وإحنا لسه ما رحناش الجنة. والدنيا مش كلها ألم ومخاوف ومعوقات، يبقى كدب اللي يقولك كده يبقى بيضحك عليك. الدنيا فيها الصحراء القاحلة وفيها الواحة الجميلة، الدنيا فيها المية العذبة وفيها الصعوبة والضراوة. الدنيا كده، هي خلقتها كده، والاختبار كده، واللي ينجح ويخش الجنة هو اللي نجح في الاختبار ده. علما انك لو عشت عندك هدف حلو في الحياة، نقي نظيف تسعى اليه، موصول بربنا، لازم تعيش حياة سعيدة. موصول بربنا بتبعد عن الحرام، وكمان عندك هدف حلو في الحياة يخليك متحفز وعندك طاقة وامل. انا بدعي ان العنصرين دول يا جماعة، مش احمد بس، هم من اسرار السعادة في الحياة. صلة بالله مع تقوى الله، وجود هدف في الحياة. وجود الهدف في الحياة بيخليك حي وإيجابي ونشط وعندك روح. الحياة بدون هدف شيء لا يطاق، حتى لو هدف صغير، مش لازم هدف كبير. إنما النقطة التانية المهمة إنك تكون إيه؟ إنك تكون جنب الهدف، تتقي الله وموصول بالله. ربنا بيقول على الناس دي: فلنحيينه حياة طيبة. من آمن وعمل صالحا فلنحيينه حياة طيبة. على فكرة، عمل صالحا جواها الهدف، إن عندك هدف وعايز تعمل، بس هدف حلو، وآمن موصول بربنا، بتتقي الله. لو عملت الاثنين دول ربنا وعدك هيحييك حياة طيبة. يعني ايه حياة طيبة؟ جميلة. طب فيها مشاكل؟ طبعا فيها معوقات، طبعا فيها مصائب، طبعا. لكن الغالب على الحياة ايه؟ حياة طيبة حلوة. انا ادعي ان الحمد لله رغم كل ما مر بي من حياتي من حلو ومر، ان انا احيا حياة طيبة. يا احمد، علشان ما تبقاش بتقول انا مش عايز الحياة وعايز الانتحار، خلي عندك هدف، خليك قريب من ربنا، اذكر ربنا وصلي، صدقني حياتك هتختلف. شكرا والسلام عليكم.